كل عام وأنت بخير. سألت نفسي في هذا العيد ماذا أهديك، ووجدت أن أفضل ما قد يهدى إليك دعوة، فدعوت لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فدعوت لك بكل ما تتمنى، دعوت لك بكل أحلامك، لا بل وأكثر. فأسأل الله أن يرزقك بركة في العمر، وصحة في الجسم، وسعة في الرزق، وعفوا عند الحساب. اللهم آمين. كل عام وأنت بخير. سألت نفسي في هذا العيد ماذا أهديك، ووجدت أن أفضل ما قد يهدى إليك دعوة، فدعوت لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فدعوت لك بكل ما تتمنى، دعوت لك بكل أحلامك، لا بل وأكثر. فأسأل